الحزب التكتل، هناك انباء نشرتها بعض المواقع خلال الاسابيع الاخيره انه زعيم الحزب السيد احمد الداداه مقبل على التقاعد السياسي، وبالتالي هذا الحزب نعرف انه من الاحزاب التي زعماؤها لهم دور كبير في وجود الحزب نفسه. هل هذه الانباء او الشائعات صحيحه ام انها فقط مجرد جزء مما تصفونه بدعايه السلطه؟ هذا لا جزء من دعاية السلطة، الله قاعد يعايد شي ما نعرف شنو به اللي ظهر فعلا له بعض من المواقع، وانا بعد قاعد طيت شن لو قدرها كان ينعرف بهذا ذاكرة لي طيت شن لو قدرها كان يجبر لي المواقع اللي ذكرنا فيها. وحقيقة وحكما شيء يؤسف له، أحمد دادا مواطن موريتاني بذل ذاك اللي بذل من الجهد وعليه ما عليه وله ما له، وحقيقة وحكما استقالته والله 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 اي شيء لا يعدله ما لا هي ما هو في العطله ما لا يجينا عن طريق المواقع اللي ذي. احمد داده الحمد لله بصحه جيده ولله الحمد، هذا تحدث بالنعم شكر. والحزب الحمد لله هي يتخمم في انه في النصف الاول ان لم يكن في الثلث الاول من ولا الربع الاول باط بصفه ادق من السنة القادمة يعد المؤتمر إن شاء الله عام ويجدد هيئاته، وأحمد داداه يقدر لا يترشح له ويقدر أفضل ما يترشح له يقير هذا سابق لوانه كامل. هون يطرح سؤال، حقيقة يقول إنه أنتم أحزاب المعارضة أنها تطالب بالديمقراطية على مستوى السلطة وهي لا تطبق الديمقراطية في داخلها. البعض قد يقول إنها كيف تأكل، يقولوا الناس عن الكتاب اللي يأمر بالما هو ما يلمسه. لا هذا ملي لا شيء. يقول البعض انه حتى حزب الحاكم الان اكثر ديمقراطيه من بعض الاحزاب المعارضه. هذه شو النظريه؟ تبادلت على قيادته عده رؤساء، بينما هذه الاحزاب المعارضه معروفه بفلان وفلان وفلان رؤساء لهذه الاحزاب. شوف انا لا نقول لك ان هذا انه شيء من دي الافكار الطارئه في موريتانيا الجديده واجعل لي سريع تذوبان. لا هذه الفكره ليست فكره طارئه، هذه فكره. قول لي حزب كيف التكتل؟ والله اي حزب اخر لا هي لا ذكر التكتل فقط، هذه نعرف 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 قرانا لا يشد اخبار التكتل المعارضه، انا يشد اخبار التكتل هون بي اللي ادرى به وادرى بذا اللي يخلق في كواليس. قول لي حزب كيف التكتل يراسه شخص كيف احمد داده، وانا بعد ماني من دعاه شخصنه الامور. شخص هو من نفسه اعطى ياسر مستقبله به اللي كان في ظروف معينه وجاء وضحى وانسجن وعنده تجربه وعنده ثقافه عنده هو من نفسه مكانه. من السفه انك تقول لي والله نقول انا اذا عدلت نعود سفيه اني ذا الرئيس اللي ذنبته اللي قيمته المضافه هذه 20 25 سنه من النضال ومن اداره الحزب ومن استهدي على مفاتيحه اني نجي نقول لا نجدد الطبقه السياسيه لا ينقلوا عنا الرئيس ولا ينقلوا عنا. يا اخي التجربه بالتراكمات والتجربه ما تشترى ولا تنباع في المرص، والشباب يا الله يصبر يا الله يصبر لين يلحق دوره. وانواع نوع نوع احمد داده من القيادات الله ان شاء الله يطولها بينا وبينهم كاملين مفصول فيها. انا بعد شخصيا نعتبر ان نتعلم منها وفطن هي تتعلم منه يقير ارى من السفه ومن الجهاله اسمح لي العباره نشوف واحدين يقعدوا في التلفزه والله يشدق ويقول لك تجديد لطبقه تجديد ايش؟ الطبقه السياسيه ما هي شيء من بطط يفرخ تاريخها وهذا اللي كان هاي بطه من التماته ولا بطه من كذا ما تقدر تستعمل. لكن في المقابل هذا لقاش يا اخي في المقابل المشاريع السياسيه ما هي مشاريع اشخاص. ما هي مشاريع اشخاص؟ الشباب لهم الحق ان ياخذوا امكنتهم في هذه الاحزاب. جاؤوا 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 قبلوها في طبقه سياسيه جاؤوا قبلوها. شوف شوف انا اقول لك اللجنه الدائمه اللي من بثقة من مكتب التنفيذي لحزب التكتل زهاء تقريبا 80% منها شباب والله بعد تحت تقريبا 50 سنة. المكتب التنفيذي لا يعود تقريبا 60% منه والله ذاك
كيف تقول قياداتك وارواقيشك اللي تثق فيهم واللي هم العمود الفقري لحزبك تقول لا لا هي جد الطبقه شوف لا 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 شوقه هو لا تقبض رجال شتو تزرقوا في باليت كيف تقول لك حشاك لا هذا ليس اي شباب هذا هذا شباب ناضلوا ايضا طبعا والنضال الثورات والتغيير ناضلوا عندهم مكانتهم شوف احنا كحزب تكتل عندنا لجنه الوطنيه للشباب منتخبه وانا عايشت وواكبت مخاضها وكان عسير بها اللي فيها ياسر من التجاذبات وبها اللي تم انتخابها في جو ديمقراطي حار مثلا ساخن الى اقصى درجه هذا ما يقدر حد يكذبه شبابنا موجود الحمد لله اليوم نسائنا ايضا موجودات عندنا قدر من الاسئله هي عن طريق والله